ليش لهلا يا فارس؟ وهي الخانة شلون بدنا نشوفها تقبرني؟ ولا شو بدك تشوفيها؟ يو شو لشو بدي شوفها؟ شو ما بتعرف شو بدنا منها؟ سكت، ما قلت لك اختي صهري ما بده يساعدنا هالمرة، شايفة؟ يا عمي فهموني، هيدي الخانة العلقة معها كثير كبيرة، وإذا تضررت أنا رح أتضرر أكثر منها. اسمعوا على هالسمعة، لك صهري نحن منخاف عليك انك تتضرر. لا تاكل هم تقبرني، نحن منعرف كيف نتعامل مع هيك اشكالات. لا تخاف عنا. تقبرني انت بس وصلنا اياها على الحمام ونحن منتصرف. لا 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 مستحيل، لا ما رح جيبها، ما رح جيبها يعني ما رح جيبها وخلص. لا تكبرها صهري، لا تكبرها، ما بتضل قصة شبنا. فارس كرمالي قلت ما رح جيبها يعني ما رح جيبها. انت بتعرف انه الذهب اللي لابسته منيرات خانو بيعوضني عن كل شيء انحرمته بعمري؟ انت بتعرفي بنت عمي انه هيدي مرته لتيفور باشا مسؤول التموين بالجيش. وانت قلتها قام راح جوع العسكر وما شبعهم الخبز الحاف يا حرام لحتى لبس مرته هالذهب. بس يا وردي انا وضعي تقبرني تقبرني كرمالي، جيبها على الحمام جيبها، لك بخطيت هالعسكر اللي ماتوا من الجوع. لا شو؟ واقفة رح تجي منيرات على الحمام؟ ايه كيف لك؟ لك شلون قدرتي؟ قلت لك حيكون خاتم باصبعتي ما صدقتي. بري عليكي يا وردة بري عليكي. يلا بالاذن اختي حاكم ناطرني يقبرني. يو روحي تقبريني روحي. قال ما بده قال. خانو تشرفات. احترامات. هلو هلو كثير تشكرات. ممكن تشوف خانو؟ هذا هلو. تشكرات تشكرات. تشرفات خانو. وصلوا الخانم وصلوا بسرعة. أهلا وسهلا خانم. كاتشي حلو كتير حلو كتير. يوجد منه ألوان أعطوني حدا تاني. حاضر يوجد مناشف تشكيل. هذا خارج حمامات حلو. تشكرا. وصل هذا القماش كثير تقيل. قديش حقه؟ خمسة مجيبة خالص.